أهلا بيكم في أول حلقة من دورة تصميم المواقع اللي هتلاقيها مرفوعة بشكل مجاني كامل على صفحتي على الفيسبوك وعلى قناتي على اليوتيوب وعلى الموقع الرسمي بتاعنا. الدورة دي هتمر بأربع مراحل أو أربع مستويات. لو أنت خلصت أول مستوى من الدورة دي فأنت كده معاك لغة HTML بشكل كامل. لو أنت خلصت تاني مستوى من الدورة دي فأنت كده هيكون معاك لغة CSS زائد لغة HTML اللي أنت اتعلمتها في المستوى الأول. لو أنت انتقلت لتالت مستوى فدي مرحلة متقدمة من الدورة، ولو أنت خلصتها يكون معاك لغة جافا سكريبت. لو أنت خلصت المستوى الرابع والأخير هيكون معاك لغة PHP زائد الجافا سكريبت زائد الـ CSS زائد الـ HTML اللي اتعلمناه في الأول، وأنت كده هيكون معاك الأربع لغات الرئيسية اللي من خلالهم تقدر إنك تصمم موقع إلكتروني بشكل احترافي. ولو أنت خلاص دلوقتي بقى معاك الأربع لغات دول تقدر إنك تشتغل في أي شركة أنت عايزها، وكمان تقدر إنك تصمم أو تأسس شركتك الخاصة بيك. نبدأ في أول لغة معانا وأول ليفل من الدورة دي وهي لغة الـ HTML. لغة الـ HTML لغة سهلة، لغة سهلة في التعلم لكن صعبة في الكتابة. صعبة في الكتابة لأن كتابتها كتير، طبعا هي مش صعبة على الناس المتخصصة أو الناس اللي فاهمة في المجال ده، بس لو احنا هنتكلم عن الناس المبتدئة، لأن أنا شرحي في الدورة دي هيكون للناس المبتدئة اللي هي يعني أول مرة تشتغل على الكمبيوتر تقريبا، تمام؟ فهي لغة سهلة للتعلم لكن صعبة في الكتابة لأن هي كتابتها كتيرة. طيب دلوقتي أنت هتحتاج برامج علشان تتعلم لغة الـ HTML. في الحقيقة أنت مش هتحتاج أي برامج، ولو أنت لو يعني حد قالك أنك تحتاج برامج أو لازم برامج علشان تتعلم لغة الـ HTML فيعني اعذرني، الراجل ده بيضحك عليك او بيصعب الدنيا عليك. لغه ال HTML تحديدا من اللغات اللي انت مش هتحتاج ليها اي برامج، لكن لو انت استخدمت برامج فهي هتسهل الموضوع عليك، تمام؟ لكن مش معنى كده ان انا بقولك لو انت ما استخدمتش برامج انت كده مش هتعرف HTML او مش هتعرف تعمل HTML، لا هتعرف. بس لو انت عاوز تستخدم برامج علشان تسهل عليك الدنيا، عندك مثلا برنامج ادوبي دريم ويفر، ده يعتبر من احسن البرامج. فلو انت حبيت تحمله حمله، لو ما حبيتش تحمله فاحنا عادي جدا في الدوره دي تقدر انك تستخدم اي تكست عندك عشان تعمل او عشان تفهم ال HTML. ننتقل يلا للحلقه الجايه، ويلا سلام عليكم.